تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من جنسيات أجنبية مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة ينشطون ضمن جماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة. قضية الحال التي تم تحت إشراف النيابة المختصة إقليمية وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم تم ضبط وحجز 7.253 كيلوغرام من حشيشة الماريخوانا، كما أن عرض المشتبه فيهم على الطبيب الشرعي المستشفى مصطفى باشا الجامعي أفضى إلى تواجد أجسام غريبة بأحشائهم، وبعد استنزالها من طرف الفريق الطبي تبين أنها مخدرات صلبة، أين أفضت الفحوصات إلى تواجد كميات من المخدرات بأحشائهم يقدر وزنها 1 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و150 غرام من مخدر الهيروين. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.